في الأول من أغسطس عام 1911 قام فينسنتيو بيروتشا بسرقة لوحة من على حائط متحف اللوفر، وعند وصوله إلى باب الخروج من المتحف وجده مغلقا، وسمع وقع أقدام قادمة نحوه، وكان القادم من وراء الباب هو أحد عمال المتحف، والذي قام بفتح الباب ليجد أمامه فينسنتيو في اللحظة التي كانت فيها لوحة الموناليزا مخبأة تحت سترته. تعد الموناليزا أشهر لوحة في العالم في الوقت الحالي، والسؤال الذي يطرح نفسه كل يوم هو كيف أصبحت الموناليزا أشهر لوحة في العالم؟ بدأ ليوناردو دافنشي في رسم لوحة الموناليزا عام 1503 بعد أن طلب منه أحد الأثرياء أن يرسم صورة لزوجته السيدة ليزا جراردينيظل دافنشي يرسم اللوحة لأكثر من 10 سنوات، وحين توفى كان لا يزال لم يكملها. خلال سنوات رسمه للوحة كان دافنشي يدرس بصر الإنسان وكيف يرى البشر الأشياء، وخلال ذلك اكتشف أنه لو جعل الأشياء بخلفية اللوحة تبدو أقل حدة ووضوحا فستصبح الصورة أكثر واقعية لتطابقها مع كيفية إبصار عين البشر، كما أنه اكتشف طريقة جديدة لجعل الألوان تتدرج بشكل أكثر نعومة عند مزجها، مما ساعد في رسم بشرة الإنسان بطريقة تبدو أكثر واقعية. كل ما تم ذكره جيد ومدهش، ولكن هل تكفي هذه المعلومات لجعل الموناليزا بكل هذه الشهرة؟ الباحثون والمتخصصون في فن الرسم يقولون إن الموناليزا تعد عملا عظيما في زمنها، ولكن هناك الكثير من الأعمال في زمنها لها نفس القيمة. أما ما يميز الموناليزا عن غيرها ويجعلها بكل هذه الشهرة هو ما سنعرفه فورا. أول من اشترى لوحة الموناليزا كان الملك فرانسيس الأول، وهو أول من عرضها داخل قصره. وفي عام 1515 قام الرسام الإيطالي جورجيو فيزاري بتأليف كتاب السير الذاتية لأشهر فنان عصر النهضة في إيطاليا، وبالطبع كان من بينهم ليوناردو دافنشي. ذلك الكتاب الذي تم ترجمته إلى عدة لغات وتم توزيعه على مستوى العالم، احتوى الكتاب على وصف للوحة الموناليزا وصل لدرجة مدحها بأنها قد تسبب لمن يشاهدها حالة من التنويم المغناطيسي، مما ساهم بشكل كبير في صنع الشهرة الغير عادية لهذه اللوحة، وكذلك كونها لوحة من لوحات البلاط الملكي الفرنسي. ثم تلا ذلك امتلاك نابليون بونابرت لتلك اللوحة، حيث كانت تزين حائط غرفة نومه، إلى أن أصبح مقرها الأخير متحف اللوفر في فرنسا. وبعد عرضها في متحف اللوفر توافد الناس من جميع أنحاء أوروبا لمشاهدة تلك اللوحة، وزارها الكثير من دارسي الفن، ومنهم من لم يذكروا كل العناصر الفنية الدقيقة للوحة وركزوا فقط على فتنة السيدة ليزا. في القرن 20 كانت الموناليزا واحدة من أشهر اللوحات الشخصية في العالم، في واحد من أشهر متاحف العالم وهو متحف اللوفر، وكان السبب وراء ذلك هو سرقة بيروتشا للوحة عام 1911. وكانت قصة السرقة أن متحف اللوفر تعاقد مع بيروتشا ليعمل بداخل متحف اللوفر كصانع لصناديق نقل الأعمال الفنية، وكان يبيت بالمتحف ويتنقل بداخله بكامل حريته. وفي اليوم الذي سرق فيه اللوحة وحين وصل إلى باب الخروج وجده مغلقا، ففتح له الباب أحد العمال بالمتحف، والذي ابتسم له وأشار له بالمرور، فخرج من المتحف ومعه لوحة الموناليزا بكل سهولة. أثارت عملية سرقة الموناليزا واختفائها من على جدار المتحف ضجة كبيرة، حتى أن الناس كانت تزور المتحف لمشاهدة مكانها الخالي على الجدار،
أجرت الشرطة العديد من التحقيقات مع العاملين بالمتحف، وكان من ضمنهم بيروتشا نفسه، لكن أحدا لم يشك أن يكون هو السارق. ظل بيروتشا محتفظا باللوحة مخبأة في حشوة قعر حقيبة صفر، إلى أن حمل الحقيبة في يوم من الأيام وذهب إلى إيطاليا، حيث قام ببيع اللوحة لتاجر لوحات فنية من فلورنسا. كان بيروتشا فخورا بما فعل، حيث اعتبر أنه قام بإعادة لوحة عظيمة لفنان إيطالي لموطنها الأم. لكنه لم يسعد بهذا الإحساس طويلا، حيث تم القبض عليه في غضون أيام من بيع اللوحة، وقامت السلطات بإعادة اللوحة إلى اللوفر، وكان لذلك أصداء عالمية كبيرة، وخاصة في فرنسا التي عادت إليها اللوحة المسروقة، وتبع ذلك العديد من الأمور التي ساهمت في ازدياد شهرة هذه اللوحة، فقد غنى عنها المطربون، وكتب عنها الكتاب والصحفيون، وكان كل ذلك هو السر الذي جعلها تصل إلى مكانتها وشهرتها العالمية الحالية، لدرجة أنها تعرض الآن في صندوق مضاد للرصاص والزلازل.